بالظبط. وايه عندنا برضو اني واني بتقارن، مش بالسب كويري بس، هي طبعا خلاص احنا عرفنا ان هي 1 فاليو بايه، بليست اوف فاليوز الناحيه الثانيه. فاني لوحديها ما بتشتغلش، هو اوبريتور بايه بيدمج معاه اوبريتورز ثاني، اوبريتورز ثاني يعني بيدمج مع مين؟ بيدمج مع اي حاجه من دول. يعني مثلا ايه، اقول اقول هتيجي كده مثلا، اقول لارج ذان اني، تيجي اكبر من اي، اكبر من اي قيمه موجوده، تمام؟ خد بالك معناها اكبر من اي قيمه موجوده، خد بالك عشان اقولها بالمره بقول، يعني هي نفس الفكره مع اقول، اكبر من اي قيمه يعني اي واحده طلعت اكبر منها هطلع، مش اكبر من اي يعني، خد بالك في اكبر من اول دي تفرق، اكبر من اول يعني لازم اكون اكبر من الكل، لكن اكبر من اني اكبر من اي واحده ماشي الحال، ماشي؟ دي المعنى بتاعها. تعالى بقى قيس على نفس الكلام، اصغر من اي واحده، فلو كنت اصغر من اي واحده الكويري هيعدي، تمام؟ فانا هنا بقارن 1 فاليو بايه؟ بليست اوف ايه؟ اوف فاليو. نفس الكلام لو انا اصغر من اول لازم اكون اقل واحد في الكل، خلاص؟ ايه؟ لا الاثنين جميع عندك كده، الجميع الاثنين دول قول، ف يعني انا هقولها كده وانتم بقى ركزوا فيها، ماشي؟ تقدروا تبداوا تلفوا بقى. فالفكره كلها لو جينا اخذنا عليها على طول بسرعه، يعني ناخد مثال، يعني طبعا عندنا برضو اكبر من اصغر منه وبيساوي ولا يساوي، يعني ينفع يقول بيساوي كل، فمعناها بيساوي الكل او بيساوي اي واحده، تمشي الحال برضو. وبرضو نفس الكلام لا يساوي، خلاص لا يساوي اني، ما بيساويش اي واحده، خلاص فاي واحده ما بيساويهاش خلاص يبقى اعتبر يطلع النتيجه تطلع سليمه، عشان دايما دي بتلف معاكم يعني. اما غير اللي هي لا تساوي الاول، لا تساوي الاول يبقى لازم تكون لا تساوي اي شيء، خلاص فيهم كلهم، لان انا عندي لسته تمام بقارن بيها. طيب ايه؟ طيب تعال ناخد كويري، مش فاهم واحد ده هي اني وقول. طيب ما هناخد مثال، مش الاول اقول لك ايه اللي هناخد عليها مثال. طيب خش على طول بلا كلام فارغ، نخش في المثال، ماشي؟ لو انا مثلا جبت، لو انا عاوز اجيب مثلا بيانات من الطلبه، عايز اجيب مثلا البي ديت، مثلا خلينا نشوف كده البي ديت، طب عندي تواريخ، حلو جدا. لو انا عايز اجيب اي طالب تاريخ ميلاده اصغر من اي طالب من دول، يعني ما هو يطلع في الاخر كله، ما هم كلهم يعني، لانك لو تاريخ ميلادك اصغر من اي واحد فيهم هتطلع، صح؟ مين اللي مش هيطلع؟ اصغر واحد مش هيبقى اصغر من اي واحد. الا نفسه. ما هو انت ما انت عندك لسته، انت تبقى فاهم ان دي قايمه من يعني لسته من القيم ودي لسته من القيم، فانت دلوقتي يعني لازم تبقى باصص ان انا عندي هنا مثلا 5000 6000 7000 8000، خلاص 6 خلينا 6 8 و10 مثلا، 6 8 10، وعند الناحيه الثانيه مثلا في 2 4 6 8 10 مثلا، بقى عندي ناحيتين، عندي طرفين. فلما اجي بقارن طرف بطرف هو ملوش دعوه بالمعنى، هو ملوش دعوه بالمعنى، هنا في 6000 وهنا في 6000، يبقى خلاص في اي حاجه اصغر مني، فبيدور في اي حاجه اصغر منه ولا لا، هو بيحط القيمتين، بيحط الاستتين قدام عينيه، فاهم ازاي؟ هو مش مهم ان هو يبقى فاهم الفكره ايه، هو ما بيفهمش، هو في الاخر عنده لسته من القيم وعنده لسته من القيم، يمسك اول واحده 6000، هل انت اصغر من اي واحده من دول؟ فيمشي اول واحده كام؟ 4، خلصنا، صح؟ طلع نتيجه، مش هيكمل لان اصغر من واحده اهي،
فانت تقول اصغر من اي واحده، طالما اصغر من اول واحده خلاص خلص مش بيكمل اصلا. فهمت الفكره؟ تيجي عند مين؟ عند مثلا ال 2000 فيبدا يقرر انت اصغر من ال 2000 لا، طب اصغر من 4 لا، طب اصغر من 6 لا، طب اصغر من 8 لا، طب اصغر من ايه؟ من 10 لا، فما يطلعهاش، بس خلص الكلام. فهمتها؟ هو بيبدا يحط قدامه قيم جايه من هنا وقيم جايه من هنا، ويبدا بقى يمشي ياخد اول قيمه من الليسته الاولى ويقارنها مع ايه؟ مع الليسته الثانيه طبقا للاوبريتور بتاعه، اصغر من اني، اصغر من اول، اصغر، يشوف انت بتعمل ايه؟ ويبدا يمسكها. بس هنا الفرق في كلمه اني او اول انه بيمشي على ايه؟ بيقارن بقى كل واحد مع كل واحد مع كل واحد مع كل واحد. تمام؟ طيب في اني، في اني زي ما يكون اور، زي ما يكون اور، لكنه بياخد القيمه الاولى ويبدا يقارنها في الليست. جت جت دي جت دي جت اي واحده جت خلاص يبقى كده ترو، يبقى هيطلع النتيجه. تمام كده؟ يبقى ترو يبقى هيطلع الايه؟ النتيجه. طيب لو انا بقول اول بقت معناها اندنج، فانا لازم امسك اول اليمنت في الليسته الاولى وابدا اقارن بقى واشوفه في الليسته ايه، في الليسته الثانيه لازم يكون مثلا اكبر من اول، يبقى لا اكبر من الاولى خلاص، لا اند لازم يكون اكبر من الثانيه، اند لازم يكون اكبر من الثالثه، اند لغايه ما يكون اكبر من الايه؟ من الكل. فيطلع فلو 100,000 قصاد 100,000 هيبقى هنا بقت اكبر، بقت بتساوي ضرب الايه الكويري كله، بعد ما ان بقى الليسته كلها كانت مظبوطه. فهمت الفكره كده؟ تمام. هي بتمشي بالاسلوب ده، بتمشي تقارن قيمه بقيمه. فانت لو هتقعد وانت دايما بتفكر في موضوع الاني والاول دايما، اي حد بيفكر في المعنى اللي هو بيدور عليه بيبدا يقع. فاهمني ازاي؟ انت تفكر فيها ازاي؟ تفكر فيها كنتيجه كلسته بتقارنها بلسته. تمام؟ ايوه. انت ما تشغلش بالك باللي انت عايز دايما بيلخبط فينا، دايما الاسئله بتيجي لنا في الاكزام بتاع حتى الدوليه بتاعتهم وكده، تيجي على الاني والقول ليه؟ تقول لي انت هتلاقي نفسك بقى اكبر من الاول، من الكل ولا من اللي مش، او تبدا تسرح في الكلام. انت اصلا لو جبت الليسته الاولى والليسته الثانيه وقارنتهم هتلاقي نفسك الدنيا معاك بسيطه. فما تسرحش في الكلام على قد ما تسرح في الايه؟ في ناتج الليسته الاولى وناتج الليسته الثانيه اللي هقارنهم ببعض. ساعتها تعرف تطلع النتيجه على طول بسهوله. تمام؟ طيب. ف لو جيت مثلا قمت قايل قلنا سيلكت الاسترسك فروم ستودنتس وير ان الجندر مثلا يكون ميل، يبقى احنا كده عملنا ايه الاول عشان بس نبقى فاهمين الكوير الاولاني؟ جبنا كله تواريخ ميلاد الاناث صح؟ الطلبه الاناث ده الكوير الاول، جاب لي بس تواريخ ميلاد الايه؟ الطلبه الاناث الام دي ولا اف؟ انا كاتب ام ماشي، قبل اف عشان يبقى حجمهم اقل، عشان ابقى انا وبقارن ابقى واخد بالي انا بقارن بايه. فكارين احمر، لكن هي تنفع كده وتنفع كده طبعا على حسب الشرط انت عايزه. انا طلع لي تاريخين 89 و94 ماشي؟ حلو. هخش اديت لسه في الكويري ذات نفسه. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اسلكت اسم، مفيش اسم اف نيم، اف نيم خلاص، وعايز البي ديت من للستودنت. شايفين الخط ولا مش شايفين؟ تمام؟ فروم للستودنتس لما يكون البي ديت اصغر من اي واحده. فهمتوها؟ لا بقى معناها كده هات لي كل الناس اللي ايه تاريخ ميلادهم اصغر من اي ايه؟ ما انتوا فاكرين اللي طلعوا معانا الاثنين كان رقمهم كان تاريخهم كام؟ 94 89 ماشي. لما جينا هنا طب انا مبسوط ليه كده هنا؟ إيه؟ سنجل كوت القوس مش مقفول بس ولا باين عندي يا باشا كده بالنيه. طيب جاب لي مين؟ 83. احنا قلنا كام وكام؟ فده اصغر صح؟ ده مفيش مشكله. 89 ده جه ليه؟ جه عشان ايه؟
دي عشان الرقم كام؟ 94. عشان 94 بس قولها لي كده، قول لي ده جه عشان ال 94 مش 89. فاهم ازاي؟ دي كده بالنسبه لي خلصت الحل، خلصت الموضوع. هي دي اللقطه الثانيه دي اللي خلصت لي الموضوع. انا هي دي كنت عايز اوضحها لك. ده ليه جه؟ محمد ليه جه؟ محمد ليه جه؟ طب ما الثانيه كانت 89. انا ما اعرفش الشهر يوم والشهر عشان مش فاكر، بس خلينا كده بال انا عندي الاستتين، الليسته الاولى البي دي بتاع كل الطلب باللسته الثانيه كده تبقى عامله معاك مترتبه. انت بصيت على الليسته الثانيه ايه النتيج بتاعتها؟ النتيج بتاعها كان فيه تاريخين 89 و94. طبعا بس تحط في الحسبان لو احنا بنشتغل على تاريخ لازم تحط في حسبانك الشهر واليوم، تبقى لو بس احنا دلوقتي بنعملها كده بالايه؟ بكفاءتنا بالسنه. تمام؟ فقمت جاي قايل ايه؟ خلاص انا هتقارن، امسك اول واحد واقارنه. انت يا عم كام؟ 83. انت اصغر من الاثنين، طالع معايا. خلاص الثاني طلع على انت 89. طب انت مش اصغر من الاولانيه بتاعت 89 بس انت اصغر من 94، ماشي الحال. تطلع كنتيجه ليه؟ عايزك الرقم يعني اقصد مش سن. انا ما جبتش السن والله. انا حسبت الايدج بتاعته. خد بالكم من حاجه، التواريخ اللي بتتحسب كده برضه عادي، التاريخ الاصغر هو الاقدم، هو الاصغر والاكبر. يا عم ما ينفعش الكلام ده اللي انت بتقوله ده، ما ينفعش. لا يعني ومركز وبدقه يعني. فهمتوه ولا في اي لبس؟ تمام. لو عملت ايدك كده مش عارف هتشتغل معانا ولا لا، بس في سم هي نفس الاني. اسمعك بس او اكمل بس هتشتغل معاك نفس العمليه يعني، ساعات السنتكس بتاع الاثنين بيشتغل ماشي؟ هما الاثنين. اتفضل. انا اهو قالي كوري اهو عشان بس انت بس انا هتاكد ان المشكله عندك بس في النظر مش اكتر. وانا الفيميل عند مين؟ عند الصف اللي هم جاب لي التاريخين اللي هو 98 اللي مش عارف كام دوت والكام الثاني 94 ومش عارف الثاني كان كام و89. دول ال 94 و89 دول بتوع الاناث اللي هم فيميل. طب الليسته الثانيه فاوتوماتيك انا بجيب كل الاف نيم وبتاع والبي دي بتاع الكل، لان هنا لسته الكل بقارنه انه يكون اصغر من اي واحده، بقى المعنى كده. لا مش عارف انا لسه ما وصلتش المرحله دي. لسه المرحله دي بالنسبه لي لسه فيها شويه شغل. بس دايما بوصل لها انا عادي. طيب لو قلت بقى نفس المثال، لو قلت انا عايز خد بالكم انا هرجع ابص وخد بالكم من النتيجه اللي طالعه لي هنا اهو. لما عملنا كده الكويري بتاعنا ده جاب لي كام واحد؟ كام وحدايه؟ كام حدايه؟ مش عارف انا مش شايف. لا ده 25 الماكسيمم لينس هنا اللي انت عايز تعرضيهم. خلاص جاب لي الناس دي، هو المفروض كان بيبقى كاتبها هنا راحوا فين؟ هم خلاص جاب لي 8 ماشي، جاب لي 8. احنا بس بندور على الرقم، انا اتصرفت عشان ادور على الرقم يعني عشان ابحث معاكم عنه. هو جاب لي 8 يعني 8 ريكوردات. احنا عايزين نعمل ايه بقى؟ لو قلت اصغر من الكل تعالى كده نشوف احنا المفروض يطلع لنا كام. انا مش سامعك. اللي احنا بنقوله دلوقتي دوت يا ما كانش الحته دي ما كانتش اتسجلت. هقولها تاني بسرعه، هقولها تاني بسرعه مش مشكله. احنا عملناها على ايه؟ على السالري الاول. قلنا سيلكت السالري فروم تيشر ورن الجندر ايه؟ الكويري ده لما شغلناه لوحده جاب لي نتيجتين. ما هو في غير سلوى وايمان. اثنين جاب لنا واحده بقى 4000 ونص والثانيه ب 7000 ماشي؟ طلعنا بقى لايه؟ للكويري اللي بره. انا عايز كل اسماء الناس ومرتباتهم اللي مرتباتهم اكبر من ابدا بعيني عشان هنا تلخر وتبدا بعيني وتشوفها بالايه اللي هو. فاكبر من اي واحده من دول يعني اكبر من سبعه او الايه؟ او الاربعه ونص. بقت كده بقى معناها بقى كده يعني. فلما عملنا جو
فطلع لي ايه 15 17 20 10 10 وجيت طلعت لي ايه سلوى بسبعة، لان هي كانت اكبر من اي واحده فيهم. اه كانت اكبر من الاربعه ونص فزار، ونتيجه الاربعه ونص اللي هي ايمان ما طلعتش، ما طلعتش ليه ايمان اللي هي 4000 ونص، لان ما كانش ولا اكبر من الاربعه ونص ولا اكبر من السبعة، فولا نفعت مع دي ولا مع دي. لو كانت اكبر من او تساوي اني كانت طلعت تمام، كانت ايه كانت طلعت معنا. شو اللي جربناها كده اهو، اي طلعت معايا لان بقت اكبر من او تساوي واحده فيهم، فمش مشكله شغال. طيب لما جينا جربنا نفس الكلام وقلنا اكبر من الاول هتكون اكبر من الكل، فايه لقينا ان مفيش ايمان ولا الثانيه مش عارف اسمها ايه، الاثنين طلعوا لو سبعه ما جاش ولا باربعه ونص ما جاش، لان مفيش ولا مش اكبر من الكومتين بتوعهم يعني تمام. طيب ده كده كان بالنسبه لمين؟